بسم الله. عندنا تمرين من تمرينات السايكو اسمه بيني جامبس. التمرين ده هنعمله 3 مرات الجولة الواحدة، يعني رايح جاي رايح كده جولة. عندنا بقى جولتين ونروح لحد 90 ثانية زي ما عملنا في التمرين اللي فات، لكن هقفز برجلي الاتنين وانا على مشط رجلي كده. كده جولة استريح، بعد كده ايه اخد الجولة التانية بنط على مشاط رجلي ناظر للامام قدر المستطاع، عشان مش عايزك تميل كده، عشان لو عملت كده ممكن تقع عشان دماغك. تمام، لازم طبعا ناظر للامام عشان دماغك تبقى على ظهرك ونازل على الارض بشكل كويس على مشاط رجليك، وتحاول تكون سريع.